ما هو رأيك بإسقاط النظام وإيران للطائرة الإسرائيلية؟ وهل ستفتح باب لحرب بين الطرفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما حدث ليلة أمس إسقاط الطائرة الإسرائيلية، قد يكون ما حصل هو لعبة جديدة على الشعب السوري متفق عليها مسبقا بين النظام المجرم والمحتل الإسرائيلي. أما بالنسبة لاحتمال حدوث حرب بالأيام القادمة، لا أعتقد بحدوثه، لأنه منذ 40 سنة والنظام السوري يحمي حدود إسرائيل. لا ندري، قد يكون حادث الاستخدام مشروع التخصيب بالمنطقة بالاتفاقات مع روسيا والاتفاقات الدولية القادمة الجديدة. احتمال تكون يعني كلها لعبة بهدف انه يضربوا بعد مواقع جديده، يعني بس ياخذوا ذريعه اسرائيل تضرب الدفاعات الجويه السوريه، ولا حرب ولا شيء، كلهم متفقين عليها. اصلا وجود النظام هو اسرائيل راضيه عنه لحد الان، وهي اللي سامحه به بكل الاعمال اللي عم بيقوم فيها. لا مخطط انهم ينفذوا لين تنتهي امورهم. بالنسبه الى اسقاط الطائره، هو امر متفق عليه او يكون بالصدفه. وحاليا اسرائيل امامها خيرين، احلاهما مر. اما الحرب الشامله تستهدف الوجود الايراني في سوريا أو القبول بالهيمنة الإيرانية على سوريا وحدودها الشمالية، وأظن أن طبول الحرب ستقرأ. النظام السوري أصلا ليس له علاقة وليس صاحب سيادة على الأرض من ناحية رد العدوان أو عدم رد العدوان الإسرائيلي. فيما يخص احتمالية الحرب، لا أعتقد بأن احتمالية الحرب واردة في هذه الأيام، خاصة بأن النظام منذ عشرات السنين هو العميل الأول لإسرائيل، ودائما ما كانت إسرائيل تشن غارات على مواقع الجيش النظام، فيقوم النظام بالرد بقصف إدلب وعربين والغوطة والمناطق الآمنة. إسقاط الطائرة الإسرائيلية بسوريا، وكون هذا له أبعاد، وأبعاده تكون ماخذة الموافقة إسرائيل، والنظام ماخذ موافقة من إسرائيل بإسقاط الطائرة لأبعاد الله أعلم ما هي وراءها. أما بالنهاية فهي كل هذا تابع إلى الشعب السوري المسكين الذي ضايع بين ألعاب الدول